تزايد العمالة الأجنبية في العراق ومحافظة بابل بشكل خاص بات من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في بلد يشكو من تفاقم البطالة بين العمالة المحلية. يجي العامل الأجنبي أول عند رصانة هنا، يعني من يجي أو يجي بشركات أو كفالة أو يعني يجي هنا معزز مكرم، الشاب والعامل العراقي مهان من قبل مدراء الشركات. ويرى شباب بابل أن استقدام العمالة الأجنبية بشكل كبير فاقم البطالة في محافظتهم في ظل تخرج آلاف الطلاب من الجامعات سنويا وانطلاقهم إلى سوق العمل. خريجين هاي بعد شغلة مسحت من عندنا، بعد ما الواحد خرج وقبل يتعين، هاي بالنسبة لي خريج من 2017 عندي بسطية هنا أنا مع الوالد وأنا أشتغل وياه، من 2017 لسه ما خليت مكان، ما خليت شيء، ما رحت له. تروح على الشركات الأهلية يقول لك بوي أنا أريد منك ساعات عمل هالقد، وأريد منك حساب، وأريد منك هذا، وأنا أعطيك شد قليل. زين أنا إذا أعطيني شد قليل شو أسوي بيه؟ هو الأكثرية هسه الدصير خرج وقاعد بالبيت ويقول لك ماك شغل وماك عمل، هو هذا كله تخدير للشباب على العموم. يعني شو وقت تداوم، شو وقت تطلع تقاعد، شو وقت تلم روحك، كارثة. هو كل اللي يتحمله يعني هو المسؤول أو الحكومة. السلطات الحكومية تقر بالأزمة وتداعياتها على العمالة المحلية والاقتصاد العراقي، لكنها لا تحرك ساكنا ما فاقم الأزمة. احنا عندنا اكثر من كتاب وعندنا اكثر من مطالبة بتقنين العمالة الأجنبية، لكن اليوم بصراحة خرق، اكو خرق واضح للقانون، وهذا الخرق يؤثر تأثير مباشر على العمالة الوطنية. الوجود العمالة الأجنبية بعدد من المعامل والشركات الاستثمارية، الخلل من قبل أصحاب الشركات والخلل من قبل هيئة استثمار بابل، يفترض من هيئة استثمار بابل أي شركة استثمارية تدخل البابل القانون يقول يعني تشغل 10 عراقيين يشغل 10 أجانب، هذا ما موجود، يشغلون 500 أجنبي يشغل مقابلهم 10 عراقيين فقط. وفي ظل التقصير الحكومي الكبير بمعالجة أزمة العمالة الأجنبية، يبقى الشباب العراقيون ضحية الإهمال والفساد وصراع أطراف العملية السياسية.